خمسة أسئلة صادمة لن يستطيع النرجسي الخبيث أن يجيب عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبائي؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال، أنتم وذويكم الأعزاء. معكم كوتش رومان زريوح في فيديو جديد، فيديو مدمر للنرجسي، لأنني سوف أكشف عن خمسة أسئلة صادمة إذا سألتها النرجسي فاعلمي أن ردة فعله سوف تكون شيطانية، لأنه لن يستطيع أبدا الجواب عنها، سوف يصاب بالذهول. وحذاري من آخر سؤال، لأن هذا السؤال سوف يفتح جرحا لم يداوى أبدا. فيديو صادم وحصري. قبل البدء، لايك ليصل هذا المحتوى لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. فمرحبا بكم أحبائي في هذا الفيديو الصادم. قبل البدء، كالعادة أذكر أنني أتوجه للمرأة على أنها ضحية، فقط للتبسيط، إذا كنت رجلا وضحية لامرأة نرجسية فما عليك سوى قلب. الأدوار: النرجسي ولو أنه يبدو عظيما واثقا من نفسه يمشي بشكل متكبر، فهذا بطبيعة الحال هو غطاء أمام المجتمع. ما خفي كان أعظم، هو هش من الداخل، هو بارد، هو فارغ. صدقوني وحذاري، لأنني سوف أعطيك أسئلة سوف تضربه في الصميم، سوف تقتله حرفيا. أسئلة بطبيعة الحال هي أسئلة خطيرة لا يستطيع الجواب عنها، ولكن أحذرك من مغبتي أن تسأليه إياها، لأن ردة فعله قد تكون فعلا شيطانية. أول سؤال هو: لماذا لا تعترف بأخطائك؟ النرجسي لن يستطيع الجواب عن هذا السؤال بكل بساطة، لأنه يرى نفسه إلها منزلا على هذه الأرض. الجميع يخطئ إلا النرجسي، الجميع بإمكانه أن يراجع أخطاءه إلا النرجسي. هو عبقري، هو كامل والعياذ بالله، وجميعنا نحن حاشية له، أي أننا جميعنا يجب أن نكون في خدمته، يجب أن نمدحه، أن نثني عليه. ولكن هو لا، هو دائما في درجة أعلى ونحن في درجة دنيا. هكذا هو النرجسي، لا يستطيع أن يتغير لأنه لا يستطيع أن يعترف بأخطائه. النرجسي لن يستطيع الجواب بصدق عن هذا السؤال، وقد يقول لك: لا، أنا أعترف بأخطائي، أنا أيضا أخطئ. ولكن في الحقيقة هذا جواب متلاعب. النرجسي في قرارة نفسه واثق من أنه دائما على حق، ولهذا فمن الصعب جدا التعايش معه. أخبريني يا أختي العزيزة في خانة التعليق، كيف أن النرجسي أبدا لا يعترف بأخطائه؟ أنتظر جوابك أسفل هذا الفيديو. تعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين. نعم، هذا هو السؤال الأول الذي يحرج النرجسي، الذي يصيبه بذهول لا يستطيع الإجابة عنه، ألا وهو: لماذا لا تعترف بأخطائك؟ ثاني سؤال صادم لا يستطيع النرجسي أبدا أن يجيب عنه هو: لماذا تكره المرأة؟ صدقوني، هذا السؤال هو بالفعل قاتل للنرجسي، لأنه بالفعل يكره المرأة لأنه يغار منها، لأن لديه عقدة منذ الصغر مع المرأة. ألا تلاحظين هذا يا أختي العزيزة؟ أخبريني في التعليق. قد يقول لك النرجسي: جميع النساء عاهرات، جميع النساء مستغلات، جميع النساء مصلحيات. ألم تسمعي هذا من شريكك النرجسي؟ أخبريني في التعليق.
النرجسي يغار ويحسد المرأة، خصوصا المرأة القوية، المرأة المستقلة، المرأة التي هي قادرة على مواجهته، ولهذا فهو يحتقرك، يذلك، ويريد أن يعزلك عن الجميع ويتركك بدون دخل مادي، بدون سند عائلي أسري، فقط لكي يتحكم فيك، لكي يخرج فيك مكبوتاته، غله، حقده على المرأة. فأنت تشخصين هذه المرأة، أنت تمثلينها، وهو ينتقم من جميع النساء عن طريقك أنت. وأنا متأكد أنك قد سمعت هذه الجملة من النرجسي، ألا وهو أنك لن تستطيعي العيش بسلام، أنه سوف يحطمك، أن هدفه هو الانتقام منك. نعم يا أختي العزيزة، النرجسي يكره النساء، وهذا سر من أسراره المخفية والتي حان الوقت لكشفها. النرجسي لا يستطيع أن يتحمل هذا السؤال، ألا وهو: لماذا تكره المرأة؟ جربي أن تسأليه هذا السؤال وسوف ترين ردة فعله الجنونية الشيطانية. ثالث سؤال صادم لا يستطيع النرجسي أبدا أن يجيب عنه بصدق، سوف يذهل، سوف يتلعثم في الكلام، هو: لماذا أنت صامت دائما؟ ألا تلاحظين أن النرجسي هو كتوم، لديه أسرار، ولو أنك قد عشت معه لأعوام وأعوام، 10 عمر طويل، ولكنك لا تعرفين عنه سوى القشور، أليس هذا صحيحا؟ أخبريني في التعليق. والنرجسي دائما هو صامت، مكتئب، حزين، دائما ما يفكر، نظراته فارغة، ينظر للانهاية، ألا تلاحظين هذا؟ وهكذا فسوف تسألينه: لماذا أنت صامت دائما؟ قد يخبرك، قد يجيبك بأن هذه من شيمة الرجال، الرجال لا يتحدثون كثيرا، هم صامتون. نعم بطبيعة الحال خير الكلام ما قل ودل، ولكن ليس هذا هو السبب الحقيقي الذي يجعل النرجسي يصمت. النرجسي يصمت حتى لا تكشف حقيقته، لأنه إذا تحدث كثيرا فسوف يخطئ، سوف يكذب، وسوف تفضح حقيقته، لأن الكذب دائما ما يظهر مع الوقت، خصوصا إذا تحدث الشخص كثيرا، سوف يكون هناك تناقض في الكلام، وهذا سوف تكتشفينه، وهذا ما لا يريده النرجسي. أيضا النرجسي يصمت لكي يعاقبك، لكي يتلاعب بك. ألم تعيشي الصمت العقابي النرجسي؟ أخبريني في التعليق. هذه من أهم وأخطر وأفتك الأسلحة التي يستعملها هذا الخبيث ضدك، ألا وهو سلاح الصمت. نعم يا أختي العزيزة، النرجسي صامت بطبعه، يحب الصمت، ولكن ألا تلاحظين أنه عندما يكون في مجمع عائلي مع الأصدقاء في الخارج فهو يتحدث بطلاقة، ولكن معك وفي مكان مغلق فهو يصمت. نعم هذا تلاحظينه وتستغربين، ولكن للأسف النرجسي دائما ما يتخفى وراء أقنعة، هو يظهر أمام الآخرين على أنه اجتماعي، على أنه مرح، وقد يكون بالفعل يضحك الآخرين، يحكي نكتة إلى آخره، ولكن معك لا، معك هو بارد، حتى في العلاقة الجنسية هو بارد، وهذا امتداد لهذا الصمت الذي أنت فقط من يعيشه ومن يعانيه في صمت. أخبريني في خانة التعليق يا أختي العزيزة عن معاناتك مع الصمت النرجسي. نعم هذا هو السؤال الثالث الذي يخاف منه النرجسي، الذي يرعب منه، الذي لا يستطيع الإجابة عنه، ألا وهو: لماذا أنت صامت دائما؟ رابع سؤال، حذار من طرحه على النرجسي، لأنه سوف يجن جنونه، سوف يغضب غضبه النرجسي. سؤال قاتل لهذا الخبيث، ألا وهو: لماذا لا تلعب مع أطفالك؟ هذا السؤال سوف يشله، صدقيني. ألا تلاحظين أن النرجسي لا يلعب، لا يمرح، لا يقبل أطفاله،
لا يعانقهم، لا يعطيهم الحنان، يتجنبهم دائما ما ينهرهم، قد يشتمهم، قد يخاطبهم بهذه اللهجة: ابتعدوا عني، اتركوني، أنا تعبان، لا أتحملكم، إلى آخره. ألا تلاحظين هذا يا أختي العزيزة؟ ولكنك ترين أن الآخرين، أن الآباء في المجتمع، فهم بالفعل يحضرون أطفالهم، يلعبون معهم، يضحكون معهم، يتحدثون معهم، إلى آخره. النرجسي بدون عواطف يا أختي العزيزة، عليك أن تعرفي هذا، هو لا يتعاطف، هو لا يستطيع أن يحس بالحنان، بالحب، هو فقط يحس بالكره، بالغضب، وبالحسد، وهذا فهو يصدره حتى لأطفاله. هو لا يحب أحدا على هذا الكون، يحب فقط نفسه، وحتى حبه لنفسه فهو مشوه، هو يحتقر نفسه في الحقيقة. فكيف تريدين من هذا الخبيث، إن كان يحتقر نفسه، أن يحبك، أن يحترمك، أو أن يحب أطفالك؟ النرجسي لن يستطيع الإجابة عن هذا السؤال، لأنه يضربه في مقتل. قد يقول لك: وماذا تعتقدين، أنا بهلوان؟ نعم، أنا أكون مشغولا، الأطفال يلعبون، فهم بالفعل مثيرون للشغب، إلى آخره. سوف يجيبك هذه الأجوبة المتناقضة، ولكن في الحقيقة هو سوف يصدم من هذا السؤال، وقد تكون ردة فعله بالفعل صادمة، قد يعنفك، قد يضربك، لأن هذا السؤال فهو يضربه في الصميم. نعم، النرجسي لا يستطيع أن يحس ذلك الإحساس الأبوي مع أبنائه. ونفس الشيء فهو ينطبق على المرأة النرجسية. أنا أذكر أن هذا الفيديو أيضا فهو ينطبق على النساء النرجسيات، كما أقول دائما، كما أن هناك نرجسيين رجال، هناك نرجسيات نساء. الأم النرجسية هي أيضا خالية من الأمومة، هي تلعب وتضحك مع أبنائها فقط في الخارج، ولكن ما أن تغلق الأبواب حتى يظهر وجهها الشيطاني، هي تعامل أبنائها ببرود، بقسوة، لأن داخلها فارغ، لأنها بدون إحساس. نعم يا أختي العزيزة، هذا هو السؤال الرابع الخطير الممنوع، الذي يضرب النرجسية بقوة، الذي يقتله، ألا وهو: لماذا لا تلعب مع أطفالك؟ الآن أريدك أن تنتبه يا أختي العزيزة، لأننا وصلنا لخامس آخر وأخطر سؤال، سؤال قاتل فتاك، سوف يصيب النرجسية بالرعب، كابوسه الأبدي. نعم، إذا سألته هذا السؤال فاعلمي أنك سوف تفتحين جرحا عميقا لم ولن يداوى أبدا. أتعلمين ما هو هذا السؤال؟ إنه: حدثني عن طفولتك، كيف كانت طفولتك؟ صدقيني، عندما يسمع النرجسي هذا السؤال منك سوف يذهل، سوف يبقى صامتا لثوان بل لدقائق، لن يستطيع الإجابة، سوف يصدم حرفيا، لأنك قد فتحت جرحا عميقا. اعلمي أن النرجسية فهي تأتي منذ الطفولة، النرجسي قد عانى في طفولته من صدمات عديدة. نعم، صدمات لم ولن ينساها أبدا، تلك الصدمات هي التي جعلته هكذا باردا. أنا لا أقول لك أن تتعاطفي معه لأن طفولته كانت قاسية، لا، ولكن عليك أن تعرفي أن هذا السؤال هو سؤال ممنوع أمام النرجسي، لأن ردة فعله ستكون صادمة، قد يرتكب جريمة إذا سألته هذا السؤال. هل جربت فعلا أن تقولي هذا أمام النرجسي؟ أخبريني في التعليق، وأيضا أخبريني إن كان بالفعل النرجسي لا يتحدث أبدا عن طفولته، إنها علبته السوداء التي لن يستطيع أن يفتحها أبدا. النرجسي غير قادر على الإجابة عن هذا السؤال، صدقيني، النرجسي بالفعل يريد أن يبقى هذا الأمر سرا بينه وبين نفسه. هناك أشياء قد عانى منها النرجسي في طفولته لا يريد أن يخرجها للعلن، وهذه الأشياء هي التي كونت شخصيته، وهذه الأشياء هي التي يريد أن يخفيها. لذلك فأنا أحذرك بالفعل من أن تطرحي هذا السؤال على النرجسي،
إذا لم تكوني في مأمن من ردة فعله العنيفة الشيطانية؟ نعم يا أختي العزيزة، هذا هو السؤال الصادم الخطير الخامس الذي يقتل النرجسية حرفيا، ألا وهو: كيف كانت طفولتك؟ حدثني عن طفولتك أختي العزيزة. نعم، كانت هذه هي الأسئلة الخمسة الصادمة الخطيرة القاتلة للنرجسي، الأسئلة التي أحذرك بالفعل من أن تطرحيها عليه، لأنك سوف تفتحين جروحا بالفعل لم ولن تشافى أبدا. إذا أعجبكم هذا الفيديو المرجو وضع لايك، مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة في الوصف. سأترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها، رابط لتتواصلوا معي، روابط صفحاتي الاجتماعية، ورابط موقعي الإلكتروني في الوصف. أيضا هناك رابط واتساب مهم جدا لمن يحتاج لاستشارات شخصية معي مباشرة، حتى تنتقل حياتك لمستوى أعلى بمشيئة الله. قبل أن أغادر وكالعادة سوف أسألك سؤالا أختي العزيزة، أنتظر جوابك عنه أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. هذا السؤال هو: ما هو السؤال أو الأسئلة التي بالفعل صدمتك في هذا الفيديو؟ أجيبيني أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. تعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين. موعدنا بحول الله تعالى يتجدد في الفيديو القادم، وكالعادة أحبائي، كونوا سعداء.